السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا لا فيديو ديالي في احسن الظروف وعواش مبروكه. ان شاء الله جيت نقدم معكم هذا المملح، تيجيو زوينين بزاف. وعندنا هنايا كما تشوفوا قدامكم عندنا البصله، كيري، كفته، خيزو، بزيره مليحه، هادشي اللي فيه. وان شاء الله غنبداو المقدمه ديالهم. كندير شويه ديال الزيت باش كنشحر البصله ديالي، وكما قلت لكم غتجيو لذيذين بزاف. الكفته الا كانت عندكم، انا حيت كنشحرها وكنخشيها في الكونجيلاتور باش ما تخسر ليش، كنبقى نخدم بها كل مره. كندير فيها غير شويه المعدنوس، شويه البصيله، دريس الثومه، فلفله حمراء، كمون مليحه. خلاص هنا كما تشوفوا معايا درت البصله ودرت خيزو باش نشحرهم بجوج، حيت بجوجهم كيبغوا شويه طياب. صافي هذا مكان كنبقى مستمره في هذا الشكل ديالي حتى نشحرو مزيان. ومن بعد عاد كندوز كنزيد عليهم الكفته وكنزيد عليهم المكونات. وعندي هنا الورقه ديال البسطيله، تشوفوني كيفاش غادي نقدمها معكم ان شاء الله. من بعد ما تشحرات ليا البسطيله ديالي مع خيزو مع مليحه وبزيره، اللي بغى يدير شويه ديال الزعفر كينسن بها ماشي مشكل. هنايا كنزيد الكفته ديالي اللي قلت لكم انا ديما تتكون عندي، بقات ليا كنشحرها حيت ما يمكنش نرجعها للكونجيلاتور، هي اصلا دايبه، داكشي علاش كنشحرها كنخشيها في الكونجيلاتور. صافي كنبقى مستمره كنلمس ديك الكفته مع ديك خيزو بصيره اللي مشحره هذا المكان. وكنزيد عليه هذاك كيري ديالي على حسب كل وجه ديالو. انا درت 3 ديال الخيزويات بصله كبيره، انا درت تديروا 8 حتى 9 حتى 10 على حسب كل كيفاش كيبغي الفرماج اصلا هو يتزين. وسيرتو هذا المربع تيكون بحال الجبن تيجي زوين. بغيت نقول لكم عواشر مبروكه، رمضان كريم ان شاء الله بالصحه والعافيه، واللي يتمنى شي حاجه في هذا الشهر الله يعطيها له، الله يشحن وليداتنا اللي مقبلين على الباك الله ينجحهم. دعوا لي مع ولدي راه عنده الباك هذا العام، ما تنسونيش بالدعوات ديالكم، الله يجازيكم بخير. والدراري كلهم ان شاء الله اللهم تعالى يسهل عليهم كاملين، يسر لهم الامور ان شاء الله. صافي كنلمس داك كما قلت لكم كيري مع ديك الكفته ديالي، وانتم معايا. ما تنسونيش مني لايك، واللي ما ابونيش معايا تابونا معايا. تنقول لكم مرحبا بكم، الناس الجدد مرحبا بهم، الناس القدام مرحبا بهم حتى هما، الله يجازيكم بخير. كنقدم لكم احسن ما عندي، واللي مجربه هي اللي كنصاوب معكم، كنخلي لكم حتى شي حاجه مزيانه كنقدمها معكم، كنحاول ما امكن. سمحوا لي هاد الايامات مع رمضان كيكون عندي لكم تبارك الله بزاف، داكشي علاش ما كبرت عليكم شويه. هنا كنزيد شويه ديال الحليب باش كنخفف ديك الحشوه، باش كيمكن ليا كنديرها في قلب دوك هادو، في قلب دوك الورقه. من بعد ما كتكون تحمرات ليا، هانتوما تشوفوا معايا كيفاش كنصايبها، بعد ما تكون تحمرات ليا تكون شويه الحشوه جاريه باش كتجيني ساهله. انا ملي كنديرها اما كنديرها في الميكا اما كنديرها في البوش، وكنحاول نديرها في القلب ديال ديك الورقه، كتجي مقرمشه وبنينه مع ديك لاصوص، كتجي زوينه مع ديك الفرماج. هانتوما هنا عندي الورقه ديال الروز ديال المرجان، هي اللي درت دابا. كل مره شنو كندير على حسب اللي عندي، هادي كانت كنشيتها كثير وبقات. صافي كنديرها في الكونجيلاتور، ما كتخسرش ليا بالنسبه للخدمه المتتابعه ديالي، الورقه راه ما كتخسرش كتبقى مزيانه في الكونجيلاتور. حتى الورقه الاخرى اللي كانت عندي المهم تخرج في الكونجيلاتور ما كتخسرش. صافي هنا كنحاول نديرها بحال هكا ونقطعها على ثلاثه على حسب كل واحد اللي بغى يديرهم كبار بزاف. اللي عنده دوك ليمون صغيرين كيديرهم صغار من هكا، تنقسم تيحاول نقسمهم على 4، ولا كانوا صغيرين بزاف على 5، المهم كلها والحجم ديال المول ديالو. صافي كنبقى مستمره بحال هكا حتى تنسالي. Thank you.
بغيتو ديرو حتى بزاف ديال الدجاج طريفه صغيرين يمكن لكم ديروها، ولا بغيتو تسلقوهم داك بزاف ديال الدجاج قطوق وسلقوه في شويه ديال الزعتر تيجي حتى هو بنين تيطوف منها زوينه بزاف. هنا المول كندهنهم، كندهن القلب ديالهم على وداش اذا ما دهنتهمش كيلصقوا. هنا خص الورقه دائما تكون مدهونه باش كتجي مقرمشه هنا ما كان صافي. كندخلوا هذوك الورقه ديالنا كنبركوا عليها في الوسط باش كتجي محفره من الداخل ما كتجيش عوجه باش يمكن لنا هي الموضوع ديالها رائع الدار ديالها، وهي سهلة في الخدمة ديالها ماشي حاجة متعبة، وفي نفس الوقت بنينة. بين الخمسة الفران خمسة دقائق حتى ست دقائق ما تفوتوهمش. صافي هنا درت داك الكوش كنعمرو بديك الحشوة وكنبقى نعمر دوك الليمون ديالي كيجي فيه واحد القرميشة بنينة غزالة كيجي. كاملين كندير الفرماج الحمر من الفوق صافي كندخلو من الفرن هي كيدوب داك الفرماج وصافي هما موجودين كيما قلت لكم ساهلين بزاف وما كيعذبوش حتى في المقادير ما فيهمش ما مكلفينش بزاف. باش ديروا فيهم موزاريلا وتخلطوا مع الفرماج الحمر تعطي نكهه هو زوينه يجي معلك. هنا بعد ما طابوا ليا ممكن كنشوفو خرجتهم مقرمشين وبنين يجو. تالميطا ديالهم جاو بحال شي وريضات بحال جاو زوين بزاف. وكنتمنى من الله يعجبوكم وتجربوهم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واللي ما مابونيش يتابونا معايا وكنشكركم بزاف وكنقول لكم مبارك عواشركم ان شاء الله صوموا وتعودوا ان شاء الله بالصحة والعافية والهنا ان شاء الله. وكما تنقول لكم في كل اخر فيديو بالصحة والراحة.